بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الإسلام أو المسلمين بمعنى أدق بيمروا بمرحلة خطيرة جدا في تاريخهم. المرحلة دي الحقيقة بدأت مما إن إحنا فقدنا قيادة العالم، وأصبح قيادة العالم في إيد أعدائنا اللي هم الغرب. وبالتالي أصبح إن إحنا يعني ماشيين بالمعايير اللي هم حطوها لنا، خلاص، أو المعايير اللي هم حطوها من أجل إيه هو اللي كويس وإيه هو اللي وحش. فأصبح إن إحنا خاضعين دائما لتقييم هذا الغرب، لأنه هو بطبيعته بقى القائد لهذا العالم. فأصبح ديننا وتقاليدنا وعاداتنا وكل شيء خاضعة لتقييم هذا الغرب، وبالتالي إحنا بقينا مهتمين جدا بتقييم هذا الغرب لنا. بينما في الحقيقة إن المسلمين الأوائل ما كانش فارق معاهم الكلام ده خالص. المسلمين الأوائل في النهاية علموا وأيقنوا في قلوبهم قبل عقولهم أن هذا الدين نزل من السماء عن طريق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ووصل إليهم وهو رسالة الله سبحانه وتعالى في الأرض، وهو خاتم الرسالات كمان. يعني ده الدين اللي ربنا سبحانه وتعالى ارتضاه لعباده إلى يوم الدين، وبالتالي هم اقتنعوا بيه وبدأوا يطبقوه. ما كانش فارق معاهم الكفار أو المشركين شايفين الاسلام ده ازاي، ما كانش فارق معاهم الروم شايفين الاسلام ده ازاي، ما كانش فارق معاهم الفرس شايفين الاسلام ده ازاي. هم طبقوا الدين وامنوا بيه وطبقوه، واصبح مش فارق معاهم هؤلاء العالم اللي هم المفروض برضو كان قيادة العالم في ايديهم في هذا التوقيت. طبعا احنا بنذكر الكلام ده ليه؟ لانه احنا في ذكرى 11 سبتمبر، وطبعا من يوم 11 سبتمبر والمسلمين منقسمين الى نوعين. نوع مش فارق معاهم الحدث بكل يعني عواقبه ومشاكله وكده، وفي نوع فارق معاهم قوي الحدث وشايفين ان هو وضع المسلمين في مأزق عظيم جدا، وانه شوه صورة الاسلام والمسلمين، وانه اضطرهم ان هم كل شوية يدافعوا لا يا جماعة الاسلام مش كده، الاسلام مش كده. بينما هو الاسلام رسالة واضحة وموجودة، وموجودة في الكتب، موجودة في القرآن، موجودة في السنة، تمام. اي غير مسلم بيتبع الاسلام بيشوف فرق كبير جدا ما بين اخلاق المسلمين وتطبيقاتهم للشريعة والكتاب والسنة بيقولوا ايه، تمام. وبالتالي فهم بيقتنعوا بالاسلام عن طريق النصوص اللي موجودة، الاسلام اللي هو في القرآن وفي السنة وما طبقه هو الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في السيرة، لان هم دول اللي كانوا اكتر ناس فاهمين الدين وطبقوه في العالم. بينما احنا مهتمين قوي بماذا فعلت القاعدة وماذا فعل الطالبان وماذا فعل الشرق وماذا فعل الغرب وتأثيره على صورة الاسلام والمسلمين. والحقيقة ان يعني رؤية الغرب لينا مش فارقة معانا في حاجة المفروض يعني، تمام. وبالتالي لازم ان احنا يعني ننفض عن عقولنا هذه الاشكالية التي وضعها فينا الغرب، ان احنا دائما تحت التقييم، تمام. انسوا الموضوع ده تماما، وحاولوا تطبقوا دينكم بالطريقة الصحيحة اللي انتوا يعني معتقدينها وشايفينها، وانسوا تقييم الغرب ليكم، والموضوع ده ملوش اي اهمية ولا ليه اي ملوش اي حاجة خلاص، ملوش اي قيمة خالص، تمام. واللي شايف ان الاسلام صحيح فليتبعه، واللي شايف الاسلام وحش ما يتبعوش وخلاص، تمام. انت دي مش مسؤوليتك انت، انك انت كل شوية تقعد تدافع تدافع تدافع. ان بعض الناس بدأت تهاجم الاسلام نفسه وقواعد الاسلام نفسه، تمام، وهم معتقدين ان هم بيدافعوا عن الاسلام. مرة يعني ينتقدوا الجهاد، مرة ينتقدوا الحجاب، مرة ينتقدوا النقاب، مرة ينتقدوا مش عارف ايه، ويحاولوا يبرروا ان دي مش ممارسات من اصل الدين، بينما في حقيقتهم اصبحوا يتبرأوا من اساسيات الدين عشان يبقى شكلهم حلو قدام الغرب. والله لو انت الغرب فارق معاك إلى هذه الدرجة، فأنت في الحقيقة بتعبد هذا الغرب ولا تعبد الله سبحانه وتعالى، ولازم إنك أنت تراجع عقيدتك وتراجع اعتقادك. وعلى فكرة إحنا كل واحد فينا لازم يراجع عقيدته واعتقاده كل شوية، يشوف هو وصل لحد فين، لأنه للأسف مع يعني التفاعل اللي إحنا بنعمله مع الحياة، تمام، أصبح إن إحنا للأسف بنكتسب حاجات جديدة وبنفقد حاجات كانت موجودة عندنا، ولازم نراجع كل ده بشكل يعني كل فترة، تمام، بريودكالي، عشان نشوف إحنا وصلنا لحد فين، تمام، وعشان نرجع لأصل الدين ولصحيح الدين، وده لمصلحتنا إحنا، عشان أهم حاجة شكلنا إحنا وتقييم الله سبحانه وتعالى لينا إحنا، تمام، مش تقييم الغرب لينا خالص.